طيب خلينا بقى نروح لملف تاني ونتكلم عن مباراة الأهلي وسان داونز اللي كلنا تابعناها واللي كلنا في نهايتها كان عندنا علامة استفهام. يعني النادي الأهلي بنتكلم اشتكى الحكم السنغالي ناداي للكاف، ده على الرغم ان احنا بنقول ان احنا كسبنا بهدفين كمان نظيفين، لكن ليه ده حصل؟ لان اللي حصل في الماتش اعتقد ما ينفعش ان احنا نسكت عليه. اللي ارتكبه الحكم اللي احنا هنقول يعني لا يندرج تحت بند الأخطاء أكيد غير المتعمدة كان واضح جدا في التحام الحارس، كلنا شفنا هذا المشهد، حارس أونيانجو اللي التحم في ظهر محمد شريف، ويعني أعتقد حاجة زي كده أو مشهد زي ده كان أقل حاجة تكون يعني جزاء ويبقى فيها ضربة جزاء وطرد، يعني ده اللي احنا نعرفه أو هي دي قوانين اللي احنا المتعارف عليها. خلينا نقول فمشهد غريب جدا. أنا عايز أقول لحضراتكم كمان كابتن محمد شريف على إنستغرام امبارح وهذه الصورة يعني لسه امبارح منزلها، هو منزل صورة ظهره عليه علامات استفهام، وزي ما حضراتكم شايفين يعني إصابة زي كده لا قدر الله ممكن كانت تنهي يعني مشوار أي لاعب. احنا مش بنتكلم بس عشان هو لاعب في الأهلي، مش بنتكلم عشان هو محمد شريف، احنا بنتكلم ان المشهد اللي احنا شفناه ده يعني غير مقبول تماما. على الأقل لازم يعني اللي شاف احداث المباراه يعني يفكر كده في سير المباراه، كان لو في اكشن اتاخد، لو حصل خلينا نقول طرد للحارس او اي خطوه اتاخدت كان ممكن ان هو كمان يفرق بشكل كبير مع الاهلي. يعني فكره ان هو ما حصلش هذا الطرد في اطمئنان حصل من سان داونز، ولو كان في حاجه او اكشن اتاخد حقيقي هتلاقي ممكن الى حد ما تراجع او بسبب النقص بقى اللي هيكون العددي الموجود، ويمكن كان ده هيبقى فرصه اكبر للاهلي في زياده النتيجه. يعني اعتقد ان هو مش خطا عادي يا جماعه، هو خطا مؤثر على سير المباراه، بالاضافه زي ما كنت بقول لحضراتكم ان هو يعني لا قدر الله ممكن ان هو فعلا كان يؤدي لانهاء يعني مسيره لاعب بلا اي لازمه. دي نقطة. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو اعتقد ان هي لا تقل اهمية، فكرة ازدواجية المعايير. ازدواجية المعايير كانت واضحة جدا من الحكم السنغالي. ليه؟ اي لمسة كانت من لعيبة النادي الاهلي ضد سان داونز كان بيحصل فيها خطأ، كان بيحصل فيها تهديد، كان بيحصل فيها اكشن، لكن في المقابل احنا ما شفناش ده خالص على الفريق المنافس. يعني لو احنا هنتكلم هنا عندنا علامة استفهام كبيرة جدا. طيب يعني حجم الفريق ما بقيناش كمان نقدر نقول احنا بنلعب بأريحية، يعني احنا اللعيبه بتوعنا كل لاعب فيهم كان خايف ان هو ياخد اي جزاء اي رد فعل من الحكم سواء بقى عن حق او غير، فحاجه كانت غريبه جدا. اعتقد اي حد شاف هذه المباراه مش بس اي شخص اهلاوي يعني هيقول في ايه اللي حصل ده. برده خلينا نقول هو اثر على اختيارات كمان المدير الفني باتسو موسيماني، لان احنا بنتكلم ان هو كان مجبر ان هو يغير رامي ربيعه بين الشوطين زي ما احنا شفنا، كان خايف ان هو يتم طرده بعد ما كان الامر زي ما بنقول واضح في تحفظ كبير من الحكم. طيب انت كده يعني كاهلي بقى لو انا هتكلم احنا خسرت تغيير كان مبكر جدا، فكره هنا رامي ربيعه ان هو يعني يتم تبديله من غير لا اصابه، وانما فكره بنتكلم عشان خوف، يعني انت بتغير عشان الخوف. تخيل ده بقى شعور وصل لمدير فني. طيب يعني الفريق بقى ايه الروح اللي وصلت له؟ حاجه غريبه جدا اعتقد يعني محتاجين فيها او محتاجين نعرف اخرتها ايه. النادي الاهلي على كل حال خلينا نقول الخطوه دي اللي هو اخذها مش بس علشان شكوى الحكم، لا خليني اقول لحضراتكم هي بتقول للكاف ان النادي الاهلي تعرض لظلم، والظلم ده وقع كمان على ارضه. طيب هل في مخاوف في المستقبل؟ اكيد في مخاوف في المستقبل من تكرار الموضوع ده او هذا الامر في مباراه بقى احنا بنتكلم العوده، فبنرجو يكون في اهتمام بمراقبه التحكيم اكتر يعني الوضع الحالي اللي احنا شايفينه. على كل حال النادي الاهلي خليني اقول لحضراتكم ان هو اكد في الشكوى ان الحكام بيرتكبون اخطاء مؤثره جدا في هذه الادوار الاقصائيه، وما يترتب عليه ضياع جهود منظومه عمل بالكامل. انت مش بتتكلم عن لاعب، مش بتتكلم عن مدير فني، منظومه عمل بالكامل، اكيد اهدار ملايين من الدولارات اللي بتقوم الانديه بانفاقها على شراء لاعبين والتعاقد يعني مع اجهزه فنيه. طيب انا هختم هذا الملف وهنسال يعني فين تطبيق برضو هنا تقنيه الفار في المباريات اللي زي كده. ده سؤال اعتقد كل يعني الزملاء والمحللين والنقاد الرياضيين كانوا بيسالوه، ما اعتقدش ان هو يليق ابدا ايا كان المبرر عدم وجود فار في اكبر بطوله للانديه في افريقيا، لا يليق ابدا بحجم يعني قاره افريقيا. نتمنى ونكرر ان هذا المشهد ينتهي قريبا.